مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من مدينة العالمين الجديدة ورسالة قناة أون اليومية من مهرجان العالم عالمين عشان نتابع كافة الفعاليات اللي بتحصل على مدار أيام المهرجان. حقيقة المهرجان بيشهد عدد كبير جدا من الفعاليات المختلفة، سواء الترفيهية، الفنية، الرياضية والحفلات كمان الغنائية. إن شاء الله من بكرة هتبدأ فعاليات الرياضية، بطولة البادل، بطولة الباسكتبول والفولي بول. كمان النهاردة هيكون في فعاليات لوزارة الثقافة، مسرح الشارع، فلكلور شعبي، وكمان عروض الساحر للأطفال. ده غير طبعا الحفلات الغنائية اللي بتكون في نهاية كل أسبوع، معادنا مع القيصر قادم الساهر وسيدة مجدة الرومي. الحقيقة الأجواء هنا أكتر من رائعة، أنا بنصحكم أنكم لازم تيجوا وتزوروا مدينة العالمين وتحضروا فعاليات مهرجان، أكبر مهرجان ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، العالم عالمين. أنا جيت هنا من السنة اللي فاتت، كانت لسه ما فيش كل الحاجات والكافيهات اللي هنا الجديدة ديت، لا النهاردة اتطورت خالص السنة دي الصراحة، أحلى بكتير بصراحة. فرحانة أن بلدي الحمد لله فيها تقدم وفيها تعمير وفي مناطق جديدة وفي مساكن جديدة والقضاء على العشوائيات، في حاجة كتير، والطرق حلوة قوي، فيها كل حاجة تقريبا اللي السياح محتاجينها. وجهة السياحة طبعا في مصر، يعني بالنسبة أنا كشخصي شغال في مجال السياحة بقالي زي 3 سنين على مدينة العالمين، شغالين على الخدمات السياحية كلها بالنسبة لحجز الفنادق وبالنسبة للمهرجانات. لا، في إقبال كل سنة أكتر من الأول لأن العالم عالمين طبعا. خدمات كويسة جدا، يعني منطقة جميلة بصراحة كسياحة وكنشاط سياحي، فمنطقة كويسة جدا 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 بصراحة، ودي تاني مرة لي أنا هنا. في تطور ما شاء الله، الأبراج حلوة وفي مكان سياحي جميل جدا، تحسيش أصلا مكان تحفة بصراحة، وفي حفلات كثيرة، كاظم الساهر ومجدة الرومي، فإن شاء الله نحضر كاظم الساهر بإذن الله، والمكان جميل جدا بصراحة. يعني جميلة وهادية ونظيفة، احنا على طول بنيجي يعني ما بنغيبش كتير. جيت مع ماما وجدتي وأخويا، والأبراج بتاعتها حلوة أوي، والشاطئ حلو، وفي حاجات ترفيهية كتير قوي، يعني مثلا زي الكورة والكلاب والحاجات دي. بصراحة جميلة وانبسطت قوي بالفعاليات اللي شفتها هنا، وانبسطت جدا بجد. بصراحة أول مرة أجي، فبسم الله ما شاء الله، يعني حاجة تحفة. وأنا دايما بشوف العالمين على التلفزيون، وسمعت إن هم عاملين حفلات وبيتبرعوا 60% من الفلوس لفلسطين. انا مبسوط جدا جدا، يعني في انشطه كتيره ممكن اعملها، اروح المول، اروح الحفلات، حاجات كتير اعملها.